إن شاء الله نبقى نخدم، نزيد نخدم ونآمن بالحوض يعني إن شاء الله. أكيد هو متابع كل اللاعبين خاصة في الدوري القطري. حاليا يعني التواجد في القائمة شيء صعب جدا، لأنه كل لاعب يقدموا مستويات كبيرة، وأكيد الناخب الوطني لما يشوف لاعب راح يقدر يقدم الإضافة أكيد راح يستدعي. أكيد هذا حلم تاعي، أني يعني نتقمص نلبس القميص تاع المنتخب الوطني وندافع على الألوان المنتخب الوطني. إن شاء الله راح تكون يمكن إعلان على القائمة في خلال أسبوع أو أيام. إن شاء الله نتمنى أن نكون متواجد ونمثل المنتخب الوطني إن شاء الله.